السلام عليكم. صيت جديد معنا في اسمالا بودكاست. صيت بون كان شوي مفاجئ لنا اللي كان برمي البريمير نسمة بون تي في. معايا معاذ مطيمت. مرحبا بكم. وأيمن بوزوميتا. أهلا وسهلا. ومعكم حمزة مهيرة. نسمة هي تلوزة تونسية عندها عامين ثلاثة هي برمي الأولى في بالي في حتى صبر الآراء قرص المسلسلات اللي يترجموا يدبلجوا فيهم الأتراك. تأسست منعش قبل الثورة من قبل بعد أي ثاني تلفزة خاصة بعد حنا بعض خدموا شوية تولك شو ما لولا تعرفوا بيهم بعد خدموا بعد الثورة البرامج السياسية وكما قلنا المسلسلات والوحدات. نسمة كانت أكثر حاجة تميزت بها سيرتو تو معناها مو الأخرى مسلسلات تقريبا نسبة المشاهدة كل من المسلسلات معناها إذا خدم عليهم بالمئة. نبيل القروي الفونداتير في مرة في كونفيرونس عندها 4 سنين نتفكر أحكي برشا على السيت متاعهم وقالوا نحبوه يكون بلاتفورم تاع ستريمينج. هو البيت متاعنا يولو كيما كانال بليس واللي سيت المعروفين في فرنسا متاع القنوات اللي يكونوا فما الريبلاي. هيك علاش عندهم سكسيون باهية اللي هي ريبلاي بوان نسمة اللي هي يحاولوا يقربوا كما قلنا الشاهد بوان دوت نت متاع ام بي سي والحكايات هيك متاع ستريمينج فيديو. حمزة زيد على كلامك معناها حتى هم السيت متاعها معناها باهي معناها كوتي ديزاين كوتي معناها لي بلوك كيفاش محطوطين يو اي يو اكس توقع حاجة لكن قارنوا زاد بالموجود مثلا المواقع الاخرى الاخباريه ولا في تونس ايه سيرتو معناها كي تحط ان كومباريزون مع زوتر سيت تونسيان. اما ما تنسوش هي اللي عاملينها قروي انت قروي هي شركه برود عالميه نتاع كومينيكاسيون. نصورهم كانوا ينجموا يعملوا خير خاطر هم يخدموا برشا البيبيسيتي نتاع الكومينيكاسيون بوت برود ويعملوا نتاع دي برودوي وحكايات يحطوهم اون فالير. نصورهم كانوا ينجموا يعملوا خير سيرتو في حكايه الستريمينغ. بالنسبه للباج بار اكزومبل لاندينغ بيج فما صحيح السيكسيون كامله نتاع نيوز نتاع نيوز هكم حاجه بازيك ما نعرفش هم خرجوا برشا سيكسيون اخر البرا معناتها نسمه سبور ونسبه والنيوز علاش خلوه في الباج داكي. ما ننسوش ان هي حتى هي ستيلها القناه هكاك معناها قاعده تقسم ماهيش القناه مش كامل تخدم نسمك هو تحت اسم تحت البراند واحدة نسمة براند الكبيرة قاعد تخدم نسمة سبور ونسمة نيوز ومعنى ديجا حتى في برامجها في التلفزة هكاك معنى قاعد تخدم يتوقع هكا ليش معنى قسمه حتى في السيت متاعها ما كانش قسمه كل بارتي ايه اما حطوا ملول نيوز ديريكت بون خطر يجيبوا برشا كما حكينا المرة فاتت موزايك يجيبوا برشا في الريفرنسمو كوتي تكنولوجي نجم يحكي لنا زاد ايمن على نسمة كوتي تكنولوجي حسب ما عملنا طلع منا دوره تعبنا شوي صحيح مين مخدوم لارافيل برشا جيكويري تكنيك موش خير مثلا لارافيل متعمل لارافيل برمي المير ولا لي مير فريم ورك بي اتش بي باكيت اون جينيرال في جيت هاب الاول ديجا كي تسمع فريم ورك بي اتش بي طالعه تقول شكون مي معناها في جيت هاب الاول في ستارز في لي فريم ورك باكيت نود بي اتش بي الاول لارافيل معناها توقعت على اكسبريس معناها كوت تكنولوجيا سيت نسمه ماهوش خايب الباهية في ال بي اتش بي. حمزة انت تحب امور ابي ايه امور ابي على خطر حتى لارافيل يدزوك اكثر باش تخدم بفريم ورك جي اس ولا ليبراري في الفرونت وحاجه ابي كيما حكينا المره اللي فاتت فما في جي اس اللي هي مدعمه يسمى نو معناتها تحسهم فما بين لارافيل وبي جي اس تقريبا نفس الكوميونيتي نفس يدعموا في بعضهم ديما اول ما جينيري بروجي لارافيل باش تلقى الفي جي اس
مي اعطوك انك تبدل اي فاصيلمون ديجا خدمنا بها كي لارافيل معها معها رياكت جيست كوموند لاين واحد بس تبدل بيه من في جي اس للرياكت ولا حتى الانجولار نصورنا لا انجولار لا اصعب لازم الانجولار لازم تعملها في دوسي بروحها ولارافيل ما ننسوش زاد انها ما عندهاش ابليكاسيون إيه خاصة الحكاية هذه اللي هي بلاتفورم تاع ستريمينغ معناتها وما عندهمش ابليكاسيون نشوف في برشا دي سيت مو اللي كي يخدم جيكويري ساعات يعمل يمبورتي زوز ولا ثلاثة فيرسيونات نتاع جيكويري عرفت اللقطة كي ديما يعملوا فيها فما بالهيد من فوق كات بوانت شنو فما يزيد بلاجين اللي هو ديجا يمبورتي جيكويري اللي تعبى بالجيكويري واصلا جيكويري ماشي باش يموت ما نصور اني لازم منطوي ويبدو التغيير شنو هي انت الاي اس اس اللي بيستمد جد من جافا سكريبت تقريبا ماشي ساق جكويري ما تسهل في جي اس على الاخر اي هو جكويري ديجا مستعرفين بروحهم اللي ماشيين باش يموتوا مستعرفين بروحهم اللي فاتوا مثلا بون كيما ولا كيف ما قلت المشكله معناها كي يولي مامبورتي اكثر من هي جكويري واحده باش تخدم بها معناها اس في عملت امبورتيت جيكويري برك سيمون باش تخدم في اي بلاصه مي هي كل ابليكاسيون تجيب الجيكويري نتاعها على حسب الفيرسيون اللي خدموا بها هم ويصير لك كونفلي ساعات نادي حكايه واللي هي ديبريكيتد يصير لك بروبليم يصير لك بروبليم ابار كوتي بيرفورمانس معناها خاطر إيه. سيتو سيت نسمه راه كوتي بيرفورمانس ضيف على الاخر 25 عطاني شو اسمه لايت هاوس نتاع كروم اي خاطر عندهم حكايات هذه ما يخدموش برجع للسيت في تونس على البرفورمانس لاحظناها مع موزايك وتو مع نسمه نسمه تحسنت على موزايك بحكم انها بون كوتي برفورمانس ضعيفه مي كوتي ديزاين سافا يو اي يو اكس سافا انا ريسبونسيف بارابور موزايك مي بون ديما احنا ركزنا اكثر مع سيت نسمه على خاطر نسمه حبت تمشي بلاتفورم تاع ستريمينغ اي حبت تمشي بلاتفورم ستريمينغ مي ما نعرفش علاش ما حطوش الامكانيات اللازمه باش يمشيو اكثر معناتها الفيديو كاو كي نشوفوهم مش هوستي في تونس ماهوش هوستي في السيرفرات تاعهم اصلا في الفيميو في اصلا ماهوش هوستي ساعات اسمه. في اليوتيوب نلاحظ فيهم مي حتى كي يحط لك اليوتيوب يحط لك وراها قدامها الكتير نتاع ما نعرفش علاش الفاز واللي هو الليكتر مش يخلي معناها الشكل بتاع الفيديو يخرج على كيف ما يخرج هذا الليكتر مش برو لا فما كاليتي مش شوام تاع كاليتي فماش صوت تراج فماش صوت تراج ما تنجمش تبدل بي ستوديو كانت تحب علاش ما معناتها ما عطوش الحريه للتيليزاتير سيرتو عندهم تو دبلجو بار اكزومبل تعمل النسخه التركيه والعربيه فصحى والتونسيه وصاحبنا ايمن ديما يحب يتفرج اوديو اوديو تركيه فما برشا اللي يحبوا حتى في السيتات بتاع امريكا ولا حاجه ما يحبش حجم دبلجه يحب الصوت راكب على التصويره يقول لك اني تعطيني الواحد تعطيني صوت تراج ما تعطينيش ماذا بينا ديما هيك خاطر معناها كي نشوفوا مثال الميار في المارشي نتاع ستريمينغ نلقوا نتفليكس وبرشا غيرها معناها كلها مكاك خلي لك تختار خلي اي لك. بيستوديو إيه. تحبها واي ستراج تحبها معنا ايه الاسباني شكون يفهم اسباني هم انجليز علاش يخلي وحدات كبار بالاسبانيه بار اكزومبل خاطر الشواب العباد الكل معنا كان مثال بار اكزومبل في المغرب العربي نسمه ديما تقول نسمه المغرب العربي تحب تخدم على المغرب العربي معنا كانت قبل ظهر لي كانت عندنا قناة نسمة ليبيا ونسمة مغرب نسمة زي فما حتى اللوجو كان يتبدل اللوجو كان يتبدل بالدرابو ظهر لي مازال مازال يتبدل بالدرابو ظهر لي مازال مش عارف مش متأكد بالضبط أما خطر هي بعتلي ولد نسمة لايف اللي هي حاجة باهية في الأخبار أما لايف على طول النهار تصور اما ولد كان لايف على اخبار تونس مش اخبار مغرب العربي ما ايش عارف تصور من موضوع المغرب العربي جبتوا روحهم منه ولا حكي خطر هي عارف حتى هي صعيبه اون بليس صعيبه راك معناها باش تكون كونكيرون مع عباد في تونس وتكون انت نفسك كونكيرون مع عباد في الجزائر وفي المغرب وفي ليبيا مي احنا كي نحكوا على بلاتفورم على بلاتفورم تاع افلام ولا تاع مسلسلات نتصورها تنجح خاطر البرودكسيون تاع تونس وحدها ما تعمل شيء تاع المغرب وحدها ما تعمل شيء ماناش مصر احنا في الاخر دونك تاع الجزائر وحدها ما تعمل شيء دونك تجمعهم مع بعضهم تنجم تجمعهم يعطونا سيرتو عندنا التوانسه والمغاربه نعملوا ياسر
عندنا كاليتي حتى تو الجزائري يهزم مخرجين ودنيا من تونس حتى الافكار ساعه إيه. اما عندهم استوديو. هم حتى استوديو حتى استوديو اما هم عندهم اكثر امكانيات ماديه نتصور فما برشا إيه دونك هيك التعاون هو يخلق انا نسيت نسمه نتوقع كان توجه في كوتي ستريمينغ نتاعها كان توجه للمغرب العربي كان نجم يفك بلاصه سيرتو ما ننسوش ان ما هناش بلاتفورم في المغرب العربي نتفليكس لازمك تشوف كارتا من برا ولا تخلص شاهد مهتم اكثر بالخليج تحسها معناها والبرودكسيون تاع مصر والخليج من السعوديه وبحرين وقطر وتاتات معناها بون كي نحكي على البرودكسيون راهو نسمع ما فماش برودكسيون تونسيه كلها معناتها تركي مدبلج ما ننسوش إيه. حتى المدبلج السما ارتيفاي السما خدمه في الدبل ارتيفاي معناها ياخذ في البرودكسيون التونسيه ياخذ في الحقوق نتاعها التونسيه ايه نسمع راهو ما تنساش نسمع قناه نسمع قاعده تشري في ال تشري كما شريت النوبه وقتها علاش معلش يعني تو بعث لي سلمت في النوبه كانت نجم تكمل وتحطها كما ارتيفاي تحطها في رمضان كان في السيت نتاعها مش في اليوتيوب حكايه هيك نصور يجيب لهم برشا طبعا هكا اللي بدلوا من اللي حطوا النوبه على ارتيفاي معناتها خذوا ريسك وبعدوا على اليوتيوب وقتوا غادي ما يحبوا يمشوا للحاجه هذه بون حاجه باهيه حاجه معناها خطوه باهيه إيه من يعني بصراحة راها خطوة باهية من الكيبة متاع نوبا خطوة باهية معناها باش يحلوا المارشي ويوجهوا العباد أكثر للسيت وللبلاتفورم متاع الستريمينج معناها يزي من التلفزة يزي من اليوتيوب يبدأ فيه اللي مهبط أمس لو جالي في اليوتيوب تونسي معناها لازم نتطور شوي معناها إيه لازم أما لازم باش يبعدوا على اليوتيوب يبعدوا على الفيميو والبازات هيك يعملوا كما قلنا مرة فاتت سيرفراتنا عندنا الستارتاب عندنا البرشة الستارتاب يخدموا على السيرفرات نجموا نبرجوا في تونس إن شاء الله وهكاك تمنع حتى من تعرفش أنت نجم يفسخ لك في أمتى يحب نجم فما كوبيرايت يقول عندهم هم مش معناها هم المشكلة أن ما هوش إبرجي مثال بار إكزامبل كان يجي الفيديو نتاعهم إبرجي في OVH وفانت كنت تبدا قاعد تخلص في السيرفر فاهم معناها ما ينجمش يفسخ لك أنت كلش كان صارت لك مشكلة مع OVH كشركة مي فيمو ولا مش عارف يعني يوتيوب ولا أي حكاية نجم يفسخ لك الفيديو أصلا ما يفسخ لك كوبيرايت يفسخ لك أي حكاية إي ما عندهمش عقد نتصور ما بيناتهم دوك سيد معناتها حاجة مش برو برشا معناتها أي واحد ينجم يحط فيديو في يوتيوب وبعدين يحطها في سيت سورتو كي نشوفوا سيت هكاك وكاليتي معناها كاليتي فيزيال معناها اليو اي اليو اكس نتاعها باهي معناها حاجه باهيه طب الرسم ايه تشرح بعد لي كيفاش الكومون صادرون معناها ايه كما قلت لك هو حب وقتها يحكي يقول نحب كيما كانال بليس كيما الكانال بليس راه عندهم وعندهم فيرسيون بعد لي تنجم تاخذ الحاجات بالفلوس بعد الفيديو اون ديمود بالفلوس فما ينجم بعدها يدور هو ستريمينج نتاع ماتشات خطر عملها ديجا في نسمة سبور اخذي من البطولة الثانية نتصور ولا ساعات ماتشات من البطولة ماتشات ايه الهكم التروزيام دقري في التروزيام لو في بالي في البطولة الاولى ومعها الكاس في بالي مرة اخذي من نجم ينجم معناتها يوصل لما تولي الناس تدفع الناس مش عارف علاش معناها مش عارف علاش ما يمشولهاش زعما بالرسمي التونسي ما يخسرش ما يدفعش فلوس في ستريمينغ وانا عارف الشكاكة في بالي لاحظت انهم يدفعوا هذه خويا نخرج للشارع نسيب العبات لا انا شفت ناس تدفع فما برشا ناس هربت من الستريمينغ اللي بلاش اللي بيراتي على خاطر فما برشا بيب برشا وين تنزل تخرج لك بيب وين مش تلشارج حكاية تتعدى العشرين فاج ايه وصرتو البيب هيك تخرج اسهل في الاورديناتير تنجم تنحي فيه زعما في التليفون ما تنجم تركيف بون لازمك تستنس بها ماكي مشكلة لازمك تعود عليها باش تولي بالحق في التليفون ما نجمت حتى مره انك تفددني اكثر من الاورديناتير الاورديناتير نجم نعمل اي حكايه باش نخرج منها مي في وصرتو برشا في تونس ما عندهمش الاورديناتير الاكثر يتفرجوا على التليفون معناتها نتصور معناتها لازم يخدموا اكثر فما الامكانيات انك تخدم اكثر على الحكايه هيك بوم انا ما ننسوش زاد فما ملاحظه مش عارف نسمه حاطه ادسنس وي
وصرتو جيك من الاول، اول حاجه جيك مش لوطه ادسنس في نسمه فاش تعمل. وكما قلنا بود كوم كومونيكاسيون عندهم المستشهرين نتاعهم، عندهم برشا حكايات. ايه ديجا ظهر لي عندها سبونسر قوي مع كونتر قوي مع اوليد عندها مع نسمه موبيل. ما تنساش لاتسونس خايب، خاطر النجم يعطيك، خاطر مش الناس الكل تفهم كيفاش لاتسونس يخدم، معناتها هو تلقاها يحوم على الحكايات ما نعرفش يعني اي حكايه بتجيه البيبليسيتي اللي هي للريشيرش نتاعها. اما كان الناس ما تفهمش، خاطر بتخرج النسمه اللي عامله بيبليسيتي على ما نعرفش يعني دي برودوي خايبين ولا حكايه ولا سلاح ولا ما نعرفش ولا جي ما نعرف. دونك هيك حاجه خايبه للديماج نتاعهم. نتصور الناس يشوفوا حاجه عاديه، عادي مصدر نتاع فلوس، ما مش بالخسارة، عندهم برشا فيزيتير. ما يعملهاش من الاول، ما يعملهاش من الاول، يعملها بطريقه باهيه كيما قلنا كان يخدم على نجم. انت تدور تقول لي قناه رك معناها بروفيسيونال اوديو فيزيال على الاخر، معناها انا راهو تفهم الاوديو فيزيال، تعرف البيب وتعرف كل شيء. تصور انت عندك عقد، انت عندك عقد مع ما نعرفش يعني كوكا كولا، واني ديما نحوم على بيبسي ولا حكايه، بيخرج لي في السيت نتاعكم حاجات لي للبيبسي ولا حكايه. كنت راه كل تفرض عليك كوكا كولا ما تنجمش تليميتي مش حاجه برو ياسر، معناتها لا تصنص. معناتها انت عندك مستشارين اريد وتخدم معها، ولا خاطر عندك نسمه موبيل وبعتلي تخرج لي يعني في السيت نتاعك تيليزي تيليكوم. بون كان اسمالا، كان اسمالا شنو تعمل في سيت نسمة؟ اول حاجه نجم نخلو لارافيل، نجم نخلي لارافيل مي كوتي ابي، خلوها بي نجم نعملو سي ام اس، خاطر هو كونتيني معنا. اي ما نسالش مع خطر تو ما تعب روحه وعمل داشبورد وعمل حكايات فركوت، ما باش ما نفوروش السيت كامل، خلوه لارافيل مش مشكله، ما عندناش مشكله مع الفريم ورك، يعطيك حاجه منظمه جيست تشوف كود ريفيو تعمل حكايات وتخلي ترجع بي بيرفورمانس. عندهم ما ديجا لارافيل حاجه تعطيك بي وحدها ليمون اي مخرب يكون ليمن لومن كيفاش لومن برشا ناس لومن مهم هيك يزيدك انا جستي يخرجك يعطيك ابي اكثر تصورش تنزل لايت بروجي كبير لايت اكثر ما لايت اكثر باه كنا اول حاجه نخلو لربان مش مشكله ونحطها ابي وزيد نتوقع البرفورمانس لازم خدمه قويه على البرفورمانس البرفورمانس تاعهم طايح برشا 25 البرفورمانس هبنجاه في الـ في الـ في الفيو البارتي فرونت انا اللي بخلي الباك خلاها كان باك خلاها باك بخرجها نخرج الـ API نتاعها الويب سيرفيس نجم نخرجوهم ريست مش مشكله مش لازم وبعد نخدموا في جي اس ولا رياكت وانجولار بون اسهل ان نخدموا كنحاوموا على بيرفورمانس ولا نيكست حاجه اساسير حاجه اساسير نيكست هيك وبعدها نخدموا نصور نخدموا البلاير نتاعنا خاطر بصراحه سيت نتاع تعسيد نتاع قناه كبيره وكل شيء نجم يخدم كاستم بلاير اتش تي ام ال 5 ديجا خدمنا معناتها عندك الابي كل نتاع الاتش تي ام ال 5 باش تخرج تعمل اي حكايه في الاوديو تعمل ديزاين نتاعك سهل كيف كيف بون ما ننسوش ان زاد بهيلهم هما باش نجم يحط البيبي نتاعك ايه تنجم كي تصنع انت بلاير نتاعك نجم نحط البيبي نتاعي تخرج انت ما تحبش ايه تعمل بريك بوينت تعمل اي حكايه فهم في وسط الفيديو اللي تطفيش فيها دي ببليسيتي بهيات تبعد على التصنص تبعد على التصنص بون كوتي سيو ظهر لي بهين كوتي سيو ما يخدموا زاد أمب سي بون مريقين في أمب عندهم يخدم جوا به وبتفيت تحلك بون شنو حاجه اخرى شنو سين على نسمه
نصور هكا هو معناتها صرتو نخدموا البلاير، كنا نحبوا نخدموا نحسنوا البلاير نتاعنا. اتوقع هذا نفصلوا بين ان بلاتفورم ستريمينغ وحدها تاخذ البراند. انا حبذت نحبذ انه يبعدوا عن نيوز، معناتها كيما مو زيك بون، اما نسمة التلفزة وكل شيء تحط اكثر نيوز، انت مش شيء تاع قناه اخبار. فهمتش علاش معناها مشكل القناه تاخذ نيتش تخدم فيه؟ علاش معناها كي تاخذ نيتش بار اكزومبل موزايك، حكينا عليها الحلقه اللي فاتت، ارجع اسمع تنسوش. موزايك مهتمه بالنيوز اكثر، معناها اخبار شتاك فلاش تلقى عندها. مي انت نسمه معناها مش عارف نجم تخلي، معناها ما تركزيش برشا على النيوز. عندك نيتش قوي، وديجا عندها فيه برشا، معناها حكايه المسلسلات معناها ايه هيك هي لازم نجم تخدم عليهم بالباهي. هما يحطوها اون فالير تو، كي تدخل لاندينغ بيج نتاعهم ريت الكاروسيل الاولى فيها ديزانيماسيون. انقدنا المره فاتت كاروسيل خاطر ما فيهاش حتى شيء. هذا يعطيك الكنترول الكل اليوزر، يعطيه حتى تايمر، معناتها وقتاش باش تتعدى الكاروسيل الاخرى، فما ديزانيماسيون وعندك تنجم تبدل. اما كي تشوفها من الاولى تحي لك حكايه نتاع ستريمينغ، تحي لك حكايه نتاع دخل نتفليكس، ايه دخل نتاع هيك هكاك مي تهبط شويه تلقى اخبار ستيل نتاع وورد بريس. بون ليني ما فهمتهاش معناها عندها عباد بالرسم، عندها فان بيز تاع عباد تتبع مسلسلات، ما انا كنت تنجم تخدم عليهم تخلي منهم برشا فلوس. تعرف شنو نحب اني يعني. نحب ينوع في الانتير هيك حكي مشت كان تركي كان اشري كنت رايك في حقوق لازم تشري السيريات اللي في بلاصه، اشري السيريات كيما بدات نتفليكس برشا كيما يعمل كيما الستارز بليز والايس بليكس شنو ايز برشا والاسوسيام تاعهم نسمه قبل عندهم برلسكوني واخد 30-25% في بالي، 25% تمشي لطارق بن عمار اللي هو منتج واللي هو في بالي انتج ستار وورز كي يجي لتونس. معناتها عندهم لاكسي هكا. وشرو وقتها حتى حفله مايكل جاكسون سما اول مره هبطت بعد ما توفى ولا حكايه من هيك بتاع تونس هيك عداهم هم وقت اول واحدين عدوا برشا عندهم في امور ايه هم عندهم في اللاكس هكا ايه. اما بعد بعدوا عليه، اما ينجموا يرجعوا، معناتها ينجموا يرجعوا للانتاج، ينجموا يرجعوا يكملوا في الحكايه. تصور بينرجعوا هما في الانتاج برودكسيون تاعهم، معناتها ينجموا حتى يعملوا في سيت بايمون يعملوا اشتراك معناها شهري اشتراك بالعام. وكما قلنا عندهم ريتا نسمة موبيل تخدم في الجزائر وفي تونس وفي حتى المغرب، معناتها عندهم لاكس نتاع في الموبيل وفما البايمون موبيل عندهم ديجا هم معناتها عندهم معناها الحكايات الصعب عندك ليكو سيستم الكل، الحكايات الصعب عندك الكل معناها السيركوي الكل عندك جيست، معناها واحد يقعد هيك يخمم ويعطي الدكتور. بون مش عارف شنو المره فاتت قلنا 500 وما زلنا بعاد مش عارف مش عارف نعاودوه نصيدو كهو ولا كيفاش ما فهمتش نعاودو وحدنا هكاك لا كسح سيد كسح هذا نسمة كسح هذا سيد نسمة بصراحة ما نجموش نعاودو هكاك عطونا البيو نعطيكم العواد نو مش حتى كنت نعاودو معناها كنت مش نجمو نعاودوه سهل اما مش تعاود وتحسن فيه لا صعيب مش لازم فما شكون معانا ولازم نعملوا لايف سيسيون كيما قلنا لايف كودينغ على اليوتيوب ونعاودوا ونشوفوا باش نبارطاجيو الكونيسونس وزاد نتعلموا من المستمعين بتاعنا. ان شاء الله قداش نعاودوا كان وصلنا قداش فيو كان وصل الحلقه اللي فاتت مش لازم نحكي على الحلقه هذه قول لنا باش ديجا البودكاست تو هبط في البلاتفورم الكل، فاليدونا في الجوجل بودكاست ايتونز استنى في الفيدباك استنى فيدباك الحلقات الاولين تعم يرجعوا لهم بعتلي عندنا بيرس في سان كونت مع بعضهم مع بعض مش عارف شكون سمعنا فيه ضل لي احنا نسمعوا نعرف 50 مره بروح 50 مره
بتحط لها بوت، حط لها سكريبت يرشرش الباجي عمل بوت هذا نجم نعمل بوت ولا في الحكايات هذه متاع ريفرنسمون فما الوليسيت والحكايات فما دي بوت كيفاش يعمل لك الفيو تشوف تشوفهم في الهند عاملين قداش من تليفون هيك لا مش تليفون قبل نتفكر في ايامات لعبي تفكر تم عند سيت اسمه كليك تو كليك حاجه هيك كليك انا تحط اليام تاعك تعطي مثلا هاشتاج تبغى الكليكات لا وروبوت يعملها الحكايه تعمل هكاك وتصب السكريبت في في الكروم شو اسمه اكستنسيون اكستنسيون في الكروم يولي هو يحل في الباجات نتاع العباد الاخرى وهم ديجا صابين السيت هكا معنا الاكستنسيون هكا تحل في السيت نتاعك في بلايص اخرى فهمت تطلع لي في نتاع اليوتيوب تطلع على اليكسا خفض الاليكسا قبل الحكايات اكون كنت طب ما هو يبانوا برشا في الايبود قلت لك في الهند عندهم برسك ألف تلقاها هيك تليفون كل واحد كونكتي بكونت يبدا يسكرولي لايك لايك بون هاكم تجينا نهار نحكي عليهم برشا على خاطر راكم تو ولا عندهم اسم ولت عندهم ميسيون ولت عباد قاعده تخلص فلوس معناتها مش النمبر دي بي الذباب الالكتروني ده اللي بالعربي يرجع اسمهم برسمي هكا أنا جي استعملوهم مثال في هذه في أمور سياسية بار إكزامبل الأغلب معنا أقدر الاستعمالات نتاعهم معنا في الأمور السياسية كي جي يبدل يقلب الرأي العام على واحد معنا يبدأ يبارتاجي في الباسي كله ويكومنت ويعملوا في فيك بروفيل حمزة فماش يقديم المرة هذه يقديم هذا الريون وقبل أسكينا لحاجة ستريمينج لا لا مش كيفاش كنت مش ستريمينج الفلاش الفلاش بدل برشا حكاية الفلاش بلاير قبل راه كانت HTML عادي ما عندك شيء فلاش ولا جاب لك لانيماسيون وقبل كي تفرماتي في سي تبدا مازال ما صبيش الفلاش خرج لك كل وحده سفرها مكتوبه صب فلاش ايه هيك هيك هي معناتها الفلاش كيفاش بدل الحكايات وبعدين يجي عمك ستيف جوبز في الختام بتاعه قلت له ضربه واحده هيك علاش انا تو نقول لهم رد بالكم يجي كبير صايب باش يموت معناتها فات فما حكايات تموت تموت بالحق معناتها انت كان وقتها تخدم الفلاش علاش تو نحيتها خطر خطر مات دونك يجي كويري زاده لازمك تنحي من الحاجات اللي مش مسموح بها نتصور وصلنا الختام نتاعنا هي كانت بالنسبه لي صدمه باهيه اللي نسمع خطر ما كنتش ندخل النسيت نتاع مزيك وقتها حتى اني كنت متوقع دخلت ولقيت هكا هو الثاني تونسي معناها موش خايب برشا ثاني تونسي اون بليس باهي مش خايب مو لا موش خايب طونجينال خير من المزيك نو نحكوا باهي كوتي كوتيش كوتي بيزي مع الاقل بريزونتابل على الاقل معناتها فما حكينا على الباهي والخايب مكون ان شاء الله السيت الجاي مازال ما شفنا شكون ان شاء الله يطلع حاجه باهي ونشوفكم ان شاء الله ايوا ما نسوش معنا ابوني فو ابوني تول موند ابوني اوكي ان شاء الله الحلقه الجايه